المشجع خلينا نقول مش الرئيس. بلا شك يعني إنجازات الاتحاد، الاتحاد فريق يعني عظيم، فريق يعني المفروض يكون دائما في المركز الأول يعني للأمانة، يعني سواء كل الإمكانيات متوفرة من لاعبين من جمهور من نادي الاتحاد، نادي يعني يكفي أن اسمه الاتحاد. مش بقى منه اليوم؟ يا ساتر، نقول حسبي الله، حسبي الله على من كان السبب. بس السبب في ايش؟ في الوضع اللي وصل له النادي الاتحاد. حسبي الله. من السبب طيب؟ خلص اللي هو من يكون تعرفه طيب؟ لا من يكون يعني من يكون السبب يعني هذا هو. يلا الله يعين ان شاء الله. اللي قاعد يتكلم الان منصور بلوي الرئيس الاسبق ولا المشجع اليوم؟ عمر منصور بلوي ما نظر الى منصب في نادي الاتحاد انه كرئيس او كذا. منصور بلوي عاشق محب لنادي الاتحاد. انا اتيت من مدرج الاتحاد وعدت الى مدرج الاتحاد وساظل ان شاء الله عاشق للاتحاد. ابى اقول لك شيء بصراحه، انا سويت معاك يمكن قبل كذا لقاء هذا الثالث، ما عمري بصراحه حسيت بتاثرك مثل ما انا قاعد اشوفها الان. يعني انا احس انك حاطط قدامنا وجه بس في خلفه وجه يبكي. بلا شك يعني حقيقه التقرير انا اقول لك للامانه اثر فيه كثير للامانه، ووضع الاتحاد الحالي ايضا يعني يعني زي ما تقول جرح وانفتح. شقينا نذكر شلون التقينا ما نسينا. We